السلام عليكم وعليكن وأهلا وسهلا ومرحبا جميع متابعات ومتابعي قناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية متابعاتها الوفيات ومتابعيها الأوفياء في كل ربوع الوطن وفي كل دول العالم ومن مختلف الأعمار. اليوم غادي نهضروا على الجريمة ديال مدينة مارتيل في الشمال المغربي وهي اللي وقعت البارح 16 سبتمبر 2022. شي واحد يلا خرج من الحبس قتل مرتو خنقها وهذه ثاني جريمة قتل ديال زوج لزوجته بعد ما قتل شي واحد مرتو في كازا في حي التشارك. هذه شي 4 أيام 5 أيام. ما تمشيو فين، خليكم معنا حتى تسمعوا ما توفر لنا من معلومات على هذه الجريمة ديال مارتيل، وأقول ما توفر لنا حيت الجريمة مازال طرية، المعلومات بخصوصها مازال شوية شحيحة. قبل ما نهضر على هذه الجريمة ديال تطوان المارتيل، ننقل لكم واحد الخبر يلاه وقع اليوم الحد في العشية، وذلك في مركز إيشاغن ناحية كتامة بالحسيمة وهي في الشمال المغربي كذلك ونفس الجهة. هذا الخبر مأساوي جدا. شي واحد كيقولوا مريض نفسانيا والله أعلم، تسلح بشي موس وهجم على شي قهوة في المركز، بدا كيشلط بنادم اللي كاين تما، بدا النزاع ما بينه وبين شي بنت كتسربي، والعدد الضحايا ديالو وصل لثلاثة. ديك البنت اللي كتسربي النادلة، جوج كليان وحدين اخرين دافعوا عليها وبغاو يحيدوها ليه، ساعة حتى هما نالوا نفس المصير، ودابا راهم تهزوا للسبيطار باش يتعالجوا. والمتهم شدوا المواطنين وسلموه للجدرمية، دابا راه في الضيافة ديالهم، راه بعيد فعل الجدرمية ديال إيشاغن. نجيو دابا للجريمة الثانية وهي ديال مارتيل. جريمة وقعت في حي الديزة وذلك البارح السبت. شي واحد يلا خارج من الحبس سلى العقوبة المحكوم بها، ودابا للأسف الشديد غادي يرجع بعقوبة أكبر طبعا، حيت تورط في جريمة قتل ديال مرتو، ضربها وخنقها الله يرحمها يوسع عليها ويصبر الأفراد العائلة ديالها عفوا جميعا. المعلومات متوفرة على هاد الجريمة مازال شحيحة قليلة، والأسباب ديالها كتبقى غامضة مازال ما بيناش. كاين اللي كيقول السيد انتقم منها حيت شك فيها باللي كانت كتخونه في الفترة اللي كان هو في الحبس، وكاين اللي كيقول بتلاتو ومن اللي خرج من الحبس لقاها طلب الطلاق، وكاين كل واحد شنو كيقول، لكن الحقيقة ما يعلمها إلا الله. وطبعا هما بجوج وزيد عليهم تا البوليس اللي غادي يحقوا في ظروف وحيتيات وملابسات ديال الجريمة والأسباب ديالها. المتهم دابا راه في الضيافة ديال البوليس كيسمعوا ليه، وغدا الاثنين غادي يحيلوه على الوكيل العام محكمة الاستئناف في تطوان باش يتخذ القرار القانوني المناسب في حقه. المعلوم والمؤكد في هذه الجريمة أن السيد يلا خرج من الحبس ويلا جا في أول ليلة ديالو للدرجة اللي عندها، تعدى على مرتو عنفها بالضرب، عرضها للاعتداء الجسدي قبل ما يحيد الصمتة ديال سروالو ويديرها ليها في عنقها ويخنقها ببشاعة. وملي تيقن بلي السيدة مبقاتش كتحرك وصبحت جوج تهامدة أو في لحظة احتضار كتموت مسكينة، هرب من الدار إلى وجهة مجهولة، لكن البوليس جابوه بعد مدة من ارتكابه ديال هاد الجريمة، ودابا راه في الضيافة ديالهم كما قلت. الجيران هما اللي خبروا البوليس اللي جاو لقاو الضحية ميتة وعينوا جثتها وصوروها كما المعتاد والمألوف بحالة الجرائم، وداروا محضر معاينة سمعوا فيه لمن يمكن أن يفيد، وداروا فيه حتى الحالة التي وجدت عليها الضحية قبل النقل ديال الجثة ديالها للمورك في المستشفى باش تشرح بناء على أوامر الوكيل العام محكمة الاستئناف في تطوان اللي غادي يتحال عليه الجاني يوم غد الاثنين، واللي أمر بارح بالتحقيق في ظروف وحيتيات وملابسات والأسباب ديال هاد الجريمة البشعة. الإشارة هذه الجريمة الثانية في هاد العام
بمدينة مارتين اللي كتروح الضحية ديالها امرأة على يد رجلها. كانت واحد الجريمة وقعت في مارسيلي داز 2022 ملي سي زوج قتل مرتو. الزوج ديال هاد الجريمة في عمر 34 عام والمرأة صغيرة عليه ب11 عام، ذبحها في حي حريق بمارتين. الجاني هو عامل بناء والبنت هي ربة بيت. المتهم كانت تشد وراه دابا في الحبس. المحاكمة ديالو جارية من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في انتظار الحكم عليه بالعقوبة اللي يستاهل وتوازي خطورة الفعل الجرمي اللي تورط فيه. وماشي سهل تقتل مرتك او ايا كان. الاشارة ايضا الجريمة مارتيل اللي وقعت البارح السبت ايضا هي الجريمة الثانية ديال قتل زوج لزوجته، ووقعت بعد 5 ايام فقط من اللي قتل شي واحد مرتو امام اعين ولده الصغير اللي يلا في عمره 3 سنين. هادشي وقع في حي التشارك، ودرنا لكم فيديو بخصوص هاد الجريمة. دابا السيد راه في الحبس في انتظار ما تتحكم عليه، ما يتحكم وتحكم عليه المحكمة بالعقوبة الملائمة لخطورة الفعل اللي تورط فيه. ولا حول ولا قوة الا بالله. بقينا كنسمعوا غير الكوارث هاد الايامات، هذا قتل هذا، هذا قتل مرتو، هذه المرأة قتلت رجلها، هذا على 5 دراهم قتل الاخر. القتيلة اصبحت شي حاجة ربما نخلق بحالي شي حاجة عادية، بحالي يقتل دبانة ولا، ورغم ان الروح عزيزة عند الله. وهذا التشبيه ما صلحش للأسف الشديد. شنو اللي وصلنا لهذا الشيء والله لا أعلم. شخصيا كاين عوامل موضوعية وذاتية متعلقة بالمجرمين، أن بنادم مبقاش كيصبر كيتهور لأبسط الأشياء، كيرتكب جريمة بلا ما يحكم عقله، بلا ما يفكر في المستقبل والتبعات ديال الشيء اللي ممكن يوقع ليه، ولا في أنه غيتم ولاده مثلا اللي كيغسل مرتو، ولا ولا ولا. هذه للأسف الشديد اللي وصلنا له كيخلع، وهلا يوريكم في حياتكم الشيء اللي نقصها عليكم. والله يسعدكم دائما في حياتكم، والله يبعد عليكم. ولاد الحرام بنو أدا معذرة حيت الحالة الصحية شوية. نتمنى نسمع الدعوات ديالكم بالشفاء، وأنتم مشكورون على الوفاء ديالكم والاهتمام بالشي اللي كتنشروا قناة مروكان كريم تيفي الجريمة المغربية. ودمتم أوفياء لها ولكل ما تنشره. نتمنى إن عندكم شي معلومات واحدة أخرى إضافية بخصوص الجريمة ديال مارتيل ضيفوها في التعليقات ديالكم أسفل الفيديو، وأنتم مشكورون على ذلك. وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة.